السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هنبدأ إن شاء الله النهاردة مراجعات وحل مسائل وأسئلة في الفيزياء إن شاء الله. في مسائل فيها أفكار حلوة. أول مسألة: جسم يسقط من السكون. لما يجينا مسألة زي ديت ويقول لي جسم يسقط من السكون، أول معلومة هقولها إن في I بتساوي زيرو، من ارتفاع يبقى ال H بتساوي 5. طالب مني ما السرعة التي يصل إليها، يعني عايز السرعة النهائية. خلاص، السرعة التي يصل إليها طبعا ممكن نحلها من الترم الأول، ولكن المطلوب مننا نحلها بقانون بقاء الطاقة الميكانيكية، لأن قانون طبعا عطينا هنا جي بتساوي ايه؟ 10 متر على الثانية تربيع. قانون بقاء الطاقة الميكانيكية شرحته في حلقة لوحدها، نراجع عليه. بنقول ان مجموع طاقتي الوضع والحركة لأي جسم متساوي. يعني ايه؟ يعني لو سقط جسم او قذف جسم الاعلى، ده سطح الارض اهو، يبقى عند اي نقطة، لو النقطة الف بتساوي النقطة باء بتساوي النقطة جيم بتساوي اي نقطة في الارتفاع الاعلى. يبقى الوقت مسألة زي دي تجيلي، اعرف ان نكتب هنا كده سطح الارض، سطح الارض، وهنا اعلى ارتفاع. يعني ايه؟ يعني مجموع طاقتي الوضع والحركة بوتنشال انرجي زائد كاينيتك انرجي عند سطح الارض بيساوي بوتنشال انرجي زائد كاينيتك انرجي. ونركز او بقى في اللي هقوله الوقت، ايه اللي احنا هنقوله؟ هنقول كاينيتك انرجي عند سطح الارض اكبر ما يمكن، اذا لها قيمة نص ام في تربيع. طيب بوتنشال انرجي عند سطح الارض بتبقى ايه؟ اقل ما يمكن، يعني زيرو. طيب نبص على اعلى ارتفاع، بوتنشال انرجي اعلى قيمة، يبقى بنكتب قانونها كاينيتك انرجي زيرو عند اعلى ايه؟ ارتفاع او اقصى ارتفاع. هنكنسل الزيرو والزيرو خالص، يبقى الوقت هنا لو حبينا نعوض، طبعا هنا ممكن هنكنسل الام مع الام لان هي نفس الكتلة، نضرب طرفي المعادلة في 2، اذا في تربيع بيساوي 2 جي اتش. اذا 2 في 10 في الارتفاع كام؟ 5، يبقى يساوي 100. دي في تربيع، طيب انا عاوز في، يبقى في بتساوي جذر التربيع بتاع 100 هتساوي كام؟ 10 متر على الثانية. دي كانت أول مسألة النهاردة، مسألة حلوة وجميلة. طبعا ما جبناش المعادلة الأولى ولا التانية ولا التالتة، لا ده تطبيق من تطبيقات قانون بقاء الطاقة الميكانيكية. مجموع طاقتي الوضع والحركة لجسم عند أي نقطة متساوي، يعني عند ألف عند باء عند جيم عند دال، زي ما إيه خدنا القانون. مسألة حلوة وجميلة. نيجي المسألة التانية، قذف جسم لأعلى بسرعة 10 متر على الثانية. طبعا ديت ممكن تتحل برضو بالترم الأول، ولكن مش عندنا حلها بتاع الترم الأول، لا ده احنا بنحلها برضو بالقانون. يبقى دي المسألة التانية اهيت، ثبت الكاميرا عليها. طيب دي رقم واحد. مسألة رقم اتنين، مسألة رقم اتنين، نشوف البيانات. البيانات عندي أهم من المسألة، يعني المعطيات بلغة الرياضيات. رقم اتنين، قذف جسم لأعلى وسرعة، لما يقول له قذف الأعلى يبقى السرعة الابتدائية لها قيمة. خلاص، أقصى، احسب أقصى ارتفاع مطلوب المرة دي اتش، اتش احسب اقصى ارتفاع تصل اليه، واعطينا السرعة الابتدائية
وعطينا عجلة الايه الجاذبية 10. طبعا برضو نفس المبدأ اللي قلناه في المسألة اللي فاتت، يعني هنقول مجموع طاقتي الوضع والحركة عند سطح الأرض بيساوي مجموع طاقتي الوضع والحركة عند أقصى ارتفاع. عند أقصى ارتفاع، طيب أنا عندي عند سطح الأرض، عند سطح الأرض برضو المبدأ زي المسألة اللي فاتت بالظبط، إن عندي بوتنشال انرجي، نكررها برضو مش مشكلة عشان تثبت في دماغنا، إنها كاينيتيك انرجي، بوتنشال انرجي، وهنا كاينيتيك ايه انرجي، كاينيتيك انرجي، بوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي عند سطح الارض طبعا بتبقى اكبر ما يمكن، يعني لها قيمة نص ام في تربيع. اتفقنا كاينيتيك بوتنشال انرجي اللي هي طاقة الايه الوضع بتبقى ايه زيرو. هنا العكس زي ما اتفقنا، بوتنشال انرجي بتبقى لها قيمة كاينيتيك انرجي اللي زيرو عند اقصى ارتفاع. اتفقنا نشيل الزيرو مع الزيرو، نبدأ نشيل برضو الكتلة مع الكتلة، ام مع ام، لان هو جسم ايه واحد. بعد كده عايزين نضرب طرفي المعادلة في 2 عشان النص ده نكنسله، يبقى في تربيع هتساوي 2 جي اتش. طيب هو عطيني السرعة وعطيني ايه العجل، طالب الايه الارتفاع، اقول له الارتفاع اهوت عشان برضو ايه نصفي المسألة كده بسرعة. الاتش يبقى عندي هنا 2 جي وهنا في تربيع، هتساوي السرعة طالع 10، يبقى 10 في 10 على 2 في 10، هنكنسل العشرة مع العشرة، يبقى 10 على 2 فيها الايه 5، 5 متر. مسألة حلوة وسهلة وجميلة، المسائل اللي فيها أفكار وحلوة. طيب سيبها نبص عليها تاني، بص على الحل دقيقة كده تاني، اداني البيانات، انا عملت البيانات المعطيات اللي في المسألة، بدأت اساوي الاتنين عند سطح الارض وعند اقصى ارتفاع، بدأنا نطلع ايه الارتفاع. بعد كده رقم 4، يعني رقم 3 عندنا في الترتيب يعني عشان ننوع بس المسائل، بيقول لي قذف جسم لأعلى، قذف جسم لأعلى فكانت سرعته، فكانت سرعته 3 متر على الثانية عند ارتفاع 4 متر، فما مقدار الشغل إذا كانت كتلة الجسم 0.5 يعني 5 من 10 كيلوغرام، وعجلة الجاذبية تساوي كام؟ 10. طبعا أنا عندي الشغل مجموع طاقتي الوضع والحركة، مجموع طاقتي الوضع والحركة اللي هو الشغل أو الطاقة الإيه الميكانيكية. تاني قذف جسم الأعلى فكانت سرعته 3، يبقى أعطيني السرعة عند ارتفاع 4، فما مقدار الشغل إذا كانت كتلة الجسم، أعطيني البيانات أهيت، وعجلة الجاذبية، يبقى أعطيني بيانات طاقة الوضع وطاقة الإيه الحركة. فبنبدأ نطبق على طول القانون، يبقى دي رقم 3 في الترتيب، قذف جسم رأسيا لأعلى فكانت سرعته، أعطيني في بتساوي 3، الارتفاع بيساوي 4، الكتلة بتساوي نص، عجلة الجاذبية بتساوي كام؟ 10. طالب مني ايه الشغل، احسب ايه الشغل. طبعا الشغل هنا عندي مجموع طاقتي الوضع والحركة، يعني هقول له الدبليو اللي هو الشغل بيساوي نص ام في تربيع زائد ام جي اتش. نبدأ نطبق كده، عندي نص في نص في السرعة عندي كام؟ السرعة عندي 3، يبقى 3 في 3 بكام؟ ب9، زائد الكتلة كام؟ نص، عجلة الجاذبية عطاها 10، الارتفاع عطوهولي كام؟
4. نختصر، يبقى هنا 9 على 4 زائد، نختصر 2 في الواحدة الاتنين فيها الاتنين، 2 في 10 بكام؟ ب20، ب20 يبقى تساوي عندي 9 على 4 فيها 2 وربع زائد 20 هتساوي 22 وربع جول. مسألة عادية ومفيهاش حاجة صعبة إلى حد ما. طيب المسألة ديت رقم 5، الشكل المقابل اللي هو رقم 4 عندنا بقى هنا، رقم 4 الشكل المقابل أوجد طاقة وضع اللاعب عند النقطة A. عند النقطة A، نركز كده في المسألة دي، المسألة دي فيها فكرة حلوة. أولا جايب لي وزن اللاعب، يعني وزن اللاعب يعني إيه؟ أنا عندي كلمة وزن ويت بس بالنيوتن مش بالجول، بيساوي MG. طيب يعني معنى كده إيه؟ إن وزن اللاعب اللي أعطوهولي أعطيني 500. طيب ما جابليش ام ولا جي عشان ابدا اعرف، لانه عاوز طاقه وضع اللاعب عند النقطه ايه. خلاص يبقى اول حاجه افكر فيها ان البوتنشال انرجي بتساوي ام جي اتش. خلاص طبعا هو قال لي الارتفاع موجود في المساله، الارتفاع هنا، الارتفاع عندي 10 متر. يبقى من البيانات اللي عندي جايب لي الوزن وجايب لي الارتفاع بيساوي ايه؟ 10 متر. نبدأ، عايز مني طاقة الوضع اللاعب عند ايه؟ هقول له طاقة الوضع بوتنشال انرجي بيساوي ام جي اتش. طيب ام جي مع بعضها بتساوي 500، لان لا جاب لي عجلة الجاذبية ولا جاب لي الكتلة. يبقى 500 في الارتفاع كام؟ 10، يبقى بيساوي كام؟ 5000 جول. طيب بعد كده دي رقم ألف. ألف عندي كان طالب ايه؟ طاقة الوضع. نمرة باء، طاقة الوضع اللاعب عند النقطة بي. طاقة الوضع اللاعب عند بي بتساوي 0 عند سطح الأرض. يبقى إجابة باء بوتنشال إنرجي بيساوي 0 عند سطح الأرض. دي أساسيات عندنا في طاقة الوضع وطاقة الإيه؟ الحركة. طيب بيقول لي طاقة اللاعب الكلية عند بي. طاقة اللاعب الكلية اللي هي إنرجي، طاقة كلية بقى إنرجي، بيساوي كاينتك إنرجي عند بي بتساوي كاينتك إنرجي عند ايه؟ بيساوي 5000 جول. يبقى الطاقة الكلية بتاع اللاعب عند ايه؟ بما ان الطاقة، طاقة الوضع عند بي بتساوي 0 وطاقة الوضع عند ايه بتساوي 5000، اذا الطاقة الكلية اللي مطلوبة اللي هي طاقة اللاعب الكلية عند بي بتساوي طاقة عند ايه؟ لان عندي بي بتساوي ايه؟ 0 زي ما احنا شايفين في المسألة. بعد كده مسألة رقم 5، الشكل المقابل بشكل مقابل يوضح جسمين A و B. A و B سقطا نحو سطح الأرض في نفس اللحظة. يبقى A و B سقطوا عند نفس اللحظة. طبعا عطل الـ A 2 متر، الكتلة نفسها، كتلة الجسم A 2، كتلة الجسم B 1، يعني 2 M الكتلة و A 1 M.
الاولاني على ارتفاع 3 دي. طبعا الكلام ده متوضح بس في الرسم خلاص. والمسافة او الارتفاع بتاع الكتلة بي او الجسم بي 1 ايه دي. بيقول لي اوجد النسبة بين طاقة الحركة بتاعة الجسم ايه وطاقة الحركة بي لحظة اصطدامهم بايه بالارض. دي مسألة حلوة لان فيها فكرة كويسة. نركز كده في الحل، عايز النسبة بتاعة طاقة الحركة عند ايه وطاقة الحركة ايه بي عند ملامستهم لسطح الايه الارض. اولا مسألة زي ديت هنستدعي المعادلة التالتة، يبقى نقول من المعادلة التالتة وهنقول ليه برضو المعادلة التالتة. انا عندي في اف تربيع بيساوي في اي تربيع زائد 2 اي دي. طيب انا عندي دلوقتي الشكل يوضح جسمين سقطا، يبقى السقوط يبقى في اي على طول بتساوي زيرو خلاص. يعني انا عندي سرعة واحدة الوقت، يعني انا عندي في تربيع بيساوي 2 اي دي. طيب انا عندي كاينيتك انرجي اساسا، كاينيتك انرجي بيساوي نص ام في تربيع، كاينيتك انرجي بيساوي نص ام في تربيع. طب انا عندي في تربيع هنا اهي لها قيمة بيساوي 2 اي دي. طب اشمعنى؟ طب ليه برضو جبت المعادلة التالتة؟ لان عندي هنا ارتفاع او المسافة استفيد منها استفيد منها. طيب نبدأ بقى نجيب النسبة اللي احنا عايزين نجيبها ونعوض تعويض مباشر. يعني عايزين كاينيتك انرجي عند بتاع ايه جسم ايه على كاينيتك انرجي اللي هو الايه للجسم بيه، هتساوي كاينيتك انرجي نعوض تعويض مباشر كده. انا عندي هنا النص هيروح مع النص، يعني اما اقسم نقسم كده ادا نص ام في تربيع مضروبة في 2 اي دي خلاص. هنا نص ام كتلة زي بعضها في 2 اي دي. طبعا انا عندي دي اي الارتفاع وهنا ايه بي. طيب في بعض حاجات هتروح مع بعضها في حاجات هتروح مع بعضها، النص مع النص لكن الكتل مختلف، الاتنين مع الاتنين، العجلة مع العجلة. يعني خلاصة الكلام ان انا عندي هنا هنا نص ام. طيب الام بتاع ايه هي 2 ام خلاص مضروبة في 3 دي الارتفاع. هنا الام 1 ام مضروبة في 1 دي خلاص. يبقى الوقت هنا هنا واحدة اهي، يبقى نشيل الدي مع الدي والام مع الام، يبقى الكاينيتك انرجي ايه على الكاينيتك انرجي بي هتساوي 2 × 3 × 6 × 1. يبقى النسبة ايه بين كاينيتك انرجي ايه وكاينيتك انرجي بي 6 × 1. ومسألة حلوة وفيها فكرة، لان كون اجيب معادلة تالتة عشان ابدأ انسق الحل دي فكرة كويسة في المسألة. نبص على المسألة كلها على بعضها في الكاميرا اهيت. يبقى الوقت هنا من المعادلة التالتة استنتجنا ان في تربيع بيساوي 2 اي دي. هنستفيد من في تربيع ديت بقيمتها، يعني هنشيل في تربيع من المعادلة التالتة ونحط قيمتها. يبقى كاينيتك انرجي اي على بي هنحط نص ام، نص ام زي ما هي، قيمة في تربيع 2 اي دي خلاص. بس ان ايه نحدد بقى الام زي بعضها، ولذلك هتشال مع بعض الاتنين هتشال مع بعضها، لكن الارتفاع ايه مختلف عن ارتفاع البي، يبقى نميزها بايه وبي خلاص. طبعا الكتل ما اختصرناهاش لان كتلة ايه مختلفة عن كتلة ايه بي في الرسمة. يبقى الوقت هنا كتلة ايه حطينا قيمتها 2 ام، طب الدي ايه 3 قيمتها كده في الرسم. يبقى هنا ام بي 1 ام 1 مكتوبة كده الكتلة عندنا. طيب هنا في 1 دي،
الارتفاع عند بي، يبقى نكنسل الدي مع الدي كرموز بقى، الام مع الام، خلاص يبقى الاتنين في تلاتة بستة على ايه؟ على واحد. مسألة مهمة جدا جدا جدا. طيب نيجي لمسألة اللي بعديها. الرسم المقابل يعبر عن العلاقة بين طاقة حركة الجسم ومربع سرعته. مسألة حلوة برضو فيها فكرة، احسب كتلة الجسم. طيب انا استفيد ايه من ميل الخط المستقيم هنا؟ ما هو اول ما اشوف رسمة زي دي كاينيتيك انرجي وفي تربيع، طب انا اقسمهم على بعض كده، كاينيتيك انرجي على في تربيع هتساوي ايه؟ اجيبها منين برضو؟ من العلاقة بتاعتها. إيه يعني ايه علاقتها؟ انا عندي كاينيتيك انرجي بيساوي نص ام في تربيع. طيب انا عندي كي اي وعندي في تربيع، يبقى بقيتها لسه ايه؟ نص ايه؟ ام. نركز كده، ميل الخط المستقيم بنقسم مقابل على مجاور، مقابل على مجاور. طب وبعدين استفدنا ايه بقى؟ استفدنا ان الكمية اللي باقية هي اللي بتبقى ميل ايه؟ الخط المستقيم. يبقى ميل الخط المستقيم عندي نص ايه؟ ام. خلاص يبقى هنا سلوب يساوي نص ام. طب انا عندي تان الزاوية 50، 45، تان 45 بتساوي 1. في الرياضة خدنا الكلام ده، يعني التان 45 بتساوي 1 بتساوي ايه؟ نص ام. يعني انا عندي الام لما يكون عندي الواحد بيساوي نص ام. يعني انا عايز الام بقى، يبقى الام اضرب بسطه ايه؟ اضرب طرفي المعادلة في اتنين، يبقى الام بيساوي ايه؟ 2 كيلو جرام. مسألة فيها فكرة وحلوة وبتيجي اختياري وبتيجي مسألة ايه؟ عادية. اخر مسألة في حلقة النهاردة ان شاء الله، عشان برضو الحلقة القادمة نجيب اسئلة متنوعة ومسائل متنوعة برضو، خلاص عشان نشغل دماغنا الفترة الجاية في الفيزياء بإذن الله. بعد ما نخلص المواد اللي عندنا رياضيات وفلسفة بنبدأ الفيزياء بقى إن شاء الله بإذن الله. الشكل يمثل العلاقة بين القوة التي يدفع بها عامل صندوق على سطح متغير، الخشونة والإزاحة الأفقية التي يتحرك. خلاص يبقى في علاقة ما بين القوة والإيه؟ والمسافة أو الإزاحة. احسب مقدار الشغل الكلي الذي بذله العامل لدفع الصندوق. طبعا المساحة الكلية أو الشغل بيساوي المساحة الكلية اللي أنا بظللها دي. يعني هيبقى عندي الشغل اللي مطلوب، بص في المسألة كده، الشغل بيساوي المسافة أو المساحة تحت المنحنى. طب أنا عندي كم منحنى دلوقتي؟ أنا عندي دلوقتي هنا مستطيل ومستطيل ومستطيل، 3 مستطيل. يبقى انا عندي هنا الشغل، نبص كده مع بعض، الشغل بيساوي المساحة الاولى A1 زائد A2 زائد A3. طبعا مرقمين كده بس عشان ايه؟ نبدأ نحسب بقى. المستطيل الاول ابعاده من 20 وهنا 5، يعني 5 الطول في العرض، 5 في 20 يبقى 20 في 5، واقفل القوس، زائد المستطيل الكبير اللي عندي ده من 5 ل 15 يعني 10. خلاص ومن 0 ل 40 يعني 40 في 10، زائد المستطيل الأخير ده من 0 ل 10 ومن 15 ل 25 يعني 10 في 10، هتساوي 25 بـ100 زائد 40 في 10 بـ400 زائد 10 في 10 بكام؟ بـ100، تساوي 600 جول. يبقى دي آخر مسألة النهاردة. إن شاء الله الحلقة القادمة نبدأ حل مسائل جديدة وأفكار جديدة.
ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، وتعرفوا زمايلكم عشان يوصل لكم كل جديد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.